الشارية والكل من ماضينا نعيد الماضي في بيعه وفي شارية والكل من ماضي تبقى المحبة تبقى والشوق عقب الفرقة ولا للمراتب نرقى أهلا بسوق القرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين أينما كنتم وأينما تواجدتم، وأسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أنا أخوكم عمر بن السيد ألتقيكم في فقرة أنت جمهورك، الفقرة الأفضل كونكم العمود الفقري لهذه الفقرة، فاسمحوا لي أرحب بأخواني المتسابقين. الله يحييكم يا شباب، حضروا يا شباب، يا مرحبا يا مرحبا، الله يبقيكم. يا هلا يا هلا، ما شاء الله منور الدنيا فيكم، نورك لبعيد. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا ملايين. قعد عريس يا ولد، ايش السالفه؟ كيف الحال؟ الله يعافيك. مرحبا ملايين، مرحبا. تدري اني ندمان؟ قول عليش، قول عليش، عليش عشان ما حضرت فقرة. الله يطول عمرك، عمرك ربي. كيف الحال؟ ارحب فيك اخي، انت مسجل اسمي ابو علي. ارحب، انت مسجل في قلوبنا، انت مسجل في قلبي يا ابو. اما تقاضيت ولا بيجي قاضى لي؟ عساك طيب. كيف الحال؟ كيف الحال؟ عساكم بخير يا شباب. محمد سلامة. اسجلك يا شيخ لو تبغى. لحالي لحالي، انت اخليك في قائمه لحالك، وين تبغى تكون؟ لا لا، سجل ورا اللو، ورا السبوره فوق. انت مع مين؟ لحالي. انت لحالك؟ طيب دقيقه دقيقه، تاجر ولا مسوق؟ مسوق بس لحالي. منعزل؟ نعم. ما اخترت احد. درعاني غير موجود. ما عليه، هذه بسيطه. جبر غير موجود، حطه معي بسيطه. انا لحالي، حطه معي، حطني مع دالك. اضبط. طيب خلونا نحط شو اسمه، جبر. حمد مع دالك. جبر مو هنا، بيجي. طيب جبر مع دالك، جبر مكانه حسن. جبر بيجي اليوم. دقيقه الآن حسن مكان جبر. ممتاز. لكن في البداية خلونا نوضح لكم، صار فيه تغيير بسيط في الفقرة. يا سلام. شيء بسيط جدا، اللي هو عشان توضح للمشاهدين، اليوم ما فيه اتصالات جمهور، راح يكون الاختيار عبر هاشتاج سوق القرية. الله. المشاهدين شاركوا في الهاشتاج، اختاروا اسم المتسابق اللي تبغون تكونون معه في الفريق، وبعدين نوزعكم، ولا أسئلة ستكون للشباب علشان يتفاعلون ويتحمسون أكثر. أبغاهم يتحركون أكيد، وأبغى أشوف ثقافتهم كيف. هذه الشيء الثاني، غيرنا في الخيارات، ما صار فيه استرجاع، صار فيه طرد تثبيت. وتثبيت فقط، يا تطرد من الشخص الآخر أو تثبت اللي معك في الفريق علشان ما يروح عليك. حلوين؟ حلوين. اليوم إن شاء الله الفائزين كثير معنا، بمعنى نكتب أسامي المشاركين معنا، أسأل المتسابق، إذا جاوبت صح يدخل معنا في السحب مباشرة. صديقنا ذاك. نعم، أنتوا اللي بتسحبون لجمهوركم. يا سلام. الشباب في الإعداد بيأخذون الحسابات اللي إحنا اخترناهم وبيطبعون أساميهم لكم، وكل شخص أو كل صاحب براند يسحب الجمهورة بعد ما تنتهي الفقرة. يا سلام. تسحب وين؟ تسحب في البث. يا سلام. أسحب عليك. تسحب ما بين الفائزين اللي معك. من اللي يفوز؟ واحد منهم يأخذ قرعة. دقيقة، جابر وعبد العزيز، محمد وحسن وجابر، خالد. دقيقة دقيقة. طيب حلو. أنا ما فهمت. وش عندك ملاحظات شيء أبو حسن؟ لا مو عندي، قصدي السحب وكذا. أبي أشوف. بسيطة، بتوضح معنا مع الوقت. أعزائنا المشاهدين، شاركوا معنا في الهاشتاج، وإن شاء الله اليوم كلكم فائزين، والله أنا ودي أخسرهم صراحة. ليه؟ محبة فيهم، لأن عطورهم وبرانداتهم جميلة جدا، والله ودي كلكم تجربونها. وايضا انا ادري ان الكلام هذه ممكن ياثر عليهم في البرايم، لكن ما بخلاف. برايم؟ اي اللي هو الحصاد. الحصاد؟ اي. طيب انا بعد اخذ الثاني، مبسوط. انا فاعل خير. اي. ودي اني اخسر الربع، الظاهر ما وزعوا الهدايا حق الفقره اللي راحت واللي قبلها. لا. لا احنا في الفقره اللي راحت توضيح مهم جدا، الله يعطيك العافيه يا ابو حسن. تواصلت مع اللي شاركوا معنا، والفائزين كان محمد الزعيزعي وكان فريق علي بن هادي. تواصلنا معهم كلهم، محمد الزعيزعي براند هات تجاوب معنا وارسلوا لي اليوم انه تم التواصل مع الشخص او انه وصله العطر اللي من براند محمد الزعيزعي. بالنسبه لعلي بن هادي، بحكم انه طلع من البرنامج احنا تواصلنا، ولكن الى الان ما جانا رد. فاللي علينا احنا سويناه. بيض الله وجهك. وان شاء الله ان ما نظلم احد. بيض الله وجهك. حلوين. طيب الحين اللي يفوز يهدي
او اللي يفوز يختار شخص يهدي، يختار قرعه، قرعه تختار قرعه بين تقام القرعه وتختار الفائز معك. حلوين، بتوضح لكم المسابقه ان شاء الله مع اليوم الاسئله بتكون صعبه، والاسئله تكون لكم انتم يا اخواني المتسابقين. كل تاجر ومسوق يقدرون يتشاورون في الاجابه. حلوين، ولكن تنويه ضروري جدا يا شباب، خليكم معي يا شباب الله يعطيكم العافيه. معك معك عشان نكون جنب بعض. اي شخص ممكن يساعد خويه في الاجابه والسؤال ما هو مطروح له راح يحرم من السؤال. وترى كانت ما بتحرم خويك، انت بتحرم المشاهد اللي معنا واللي دخل معنا في السحب. حلوين. طيب قبل نبدا نبغى يا ابو حسن، نبغى والله في بالي شيء ابغاه ينعشها. الله يجيبها. يلا هنك لا تواخذني فعل ذنوب، بس ماني بحافظها. يا ساتر اجيبك الدفتر معك معك. رح رح والله والله ما شاء الله عندكم دفاتر وشغل محضرين. ايه فعلا احب المجتهدين والله. اللي قابلنا اللي محضرين تتوقع دفتر ذا دفتر زد. انا عارفها. الله انك لا تواخذني بفعل ذنوبي واغفر الزلات لساني والقصور يدي. انت يا ربي تعرف مرادي ومطلوبي، يوم اطيح انك توقفني على رجلي. يا نما لا تمشي الا ماخذ مكتوبي، والصلاه بيت الكريم معزب الطرقيه. سلام. صح الله صوتك ابو حسن. صح الله صوتك. صحبنا. شباب انتم في ان شاء الله فيكم الخير والبركه كلكم. واخذنا من ابو حسن صوت وهو غني عن التعريف صراحه بصوته. انا من الناس المعجبين صراحه بصوته والله قلبه. والشباب كل جميل يحتاج. اي والله، لكن ابغى بيت من كذا غش. ابشر على خشم. احب عنصر مفاجاه. شوف ركز معي ولا لا. بس دقيقه ما ادور. من يدري انك كيف جاي؟ يحتاج افجر. كنت ما افجر. حاضر نتشارك فيها يا اللي على هو قال بيت ما قال. طيب عادي بيت قصير. قول اللي على اللي ودك انت اللي يمليه لك خاطرك قولها. غرد غرد احنا بنغرد معك. سلو في ساكسون تنطلنا كله. والله ان انا بيت انا بجيب لي شيء يعني في خاطر. لا 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 في خاطر. خاطري خاطر طول يا اخي. اي والله خاطري دارو اللي دارون اللي تي عطنا شيء من امكت عيني من الناس ولا تنحون. يا سلام وش في المخرج. طيب سرت بي الذكرى على وجدي ويا ليت محتاج قلبي سجت ما تفارقه. يا ليتني من قبل لا اعرفك دريت ان العنا في غيبته وفارقه، لكن قلبي قد عصاني وابتليت وفارقته وعجزت اتناسى مفارقه. جيت اتطمن واذرك بحبي تخليت وخليت عيني من دموعي غارقه، وما قدر المولى سوان ان رحت وان جيت بيصير وصبري تلاوح بارقه، وما دامك صديت عني وقفيت فرقاك عادي دام شمسي شارق. يا سلام يا سلام يا سلام. طيب يا اخوان احنا الان بنختار من الهاشتاج ونوزع الفرق ولا احد يختار لنا ضرمتي. احس انت قريب مني لكم تشوف الاسئله. لا والله ما شفتها. والله تاكد حتى لو لانها واضحه عندنا الحين ترى حتى طبعها بالوان والله. يعني الاجابه صح تشوفها من 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 اخر الطريقه. ايه فلذلك بنبدا في السحب ونشوف مين اللي مع فرق الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طبعا جبر ما هو موجود والمسوق عادي لو يجي اسم جبر حسن فيصير عند حسن. اساعد حسن ويعطيني النقطه اللي بساعد. ساعد حسن تحرمه من النقطه والله العظيم. وانت ما تحرم حسن، انت تحرم الناس قاعده تتعب معنا. ليه ما يساعدني انا؟ ما عندي احد يساعدني. طيب ان شاء الله انك تقدر. ما يحتاج. طيب انا اخذك راسك ودز يدي. يا ولد انا اخوي لعب فيني بالدبابيس. ترى عادي تتضربوا والله. إيه؟ والله انك صوم يا ولد. طيب يا ولد طيب بسم الله. الفريق الاول عندنا مولي فريق محمد الزعيزي. يا سلام. طيب وش قال؟ الزعيزي. محمد الزعيزي. مودي 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 مولي 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 مودي
ما ادري. طيب حليب بوني؟ ايه. لا انت اها العنود فريق دغش بن سعيد. سلام سلام. ولد يا ولد فيني بالدبابيس يا اصوات. استغفر الله. فريق عبد العزيز الاسلمي. اهلا وسهلا. هلا والله. الله هذا اسمه جميل والله. ها اجر لي ولكم اسمه استغفر الله. وبين ينكتبوا الناس تقرا معنا. هذا والله هم اسهل. استغفر الله. ها لين نجمع الفريق كامل. لين نجمع الفريق. الربع يتعشون اكيد. طيب. ما بعد بحط اسمي يتعشون وحزه عشاء. يجيك الخير لكن تاخر شوي. حلو المهرج. الساعه 10 ديلا فريق دغش. هلاو صاحيين الربع كلهم ما شاء الله موجودين نفع عليك. طيب بسم الله بسم الله بسم الله. ما حن في وقت شيخة. مدري واحد كاتب شيخ القرية. من شيخ القرية الأسبوع ذا؟ والله نعم استاهل. راح الاسم. شلون راح؟ حطه بعد مغرب شيخ القرية. إيه اكتبوا لي الاسم لو سمحتوا. إيه ترى ما يدرون. حط شيخ القرية. وتين آل خليل فريق محمد الزعيزعي. لا لا غلطة مو بينا مو بينا مو بينا. أنا دغش ما أخذ الدنيا هو حمد. تعدونا والله تعدونا. اسمع بنردهم طرد الحين. طيب نقدر نطرد يا انت تقدر تطرد بس خلينا نكمل الفرق. انت متحمس لو تطرد تطردون. بيارق عيال ملهي محمد الزعيزعي. هذا حباو محمد الزعيزعي قضى حباو والله ما سهل. لا باقي واحد. اي صح. أربعة أربعة أربعة. لا كملوا فريق محمد الزعيزعي. كملوا؟ إيه كملوا. طيب واحد. عائشة واحد. فريق عبد العزيز الأسلمي. معي. خلاص يا أنت قفلته كذا. لا خلاص هذا قفله. لا 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 حطها في المربع اللي تحت. يا عرفت الخطة. ريحانة فريق خالد السهلي. كفو. إيه تو الربع تو هم لأن جاهزين. خلصوا عشان هذا بعد. جوان فريق جبر عند حسن. الحين عمر لين تعبيها كلها. نعم كاملة. نعم بعدين تطرد بيعلمنا. تجي حماس لأنك تجي تطرد وذا فهمت. حلو. طيب موني فريق حسن العجمي. يا سلام حسن العجمي. موني ما خلت أحد. لا موني غير مولي. حنا موني بعد. لا مولي, مولي. اللام والنون مولي. طيب من اللي ما كمل الى الان عندنا؟ طيب باقي حنا. باقي حنا والله اذا بشط. لا عندكم اسم صح؟ اي خالد ومضف اكيد. بس تويتر ترى احيانا شو اسمه احيانا يعلق. ها عادي طيب. شوف هو يطيح ترى يطيح على سامينا. انا داري الله يجزاه خير. يطيح على سامينا المفروض تحطهم بعد. فلوة فريق جبر. جبر والله يستاهل. الله يرحمها. فلوة الله يغفر لها ويرحمها. الله يرحمها. يا الطفل انت 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 بزر حاطين بهذا. هو ما رقد ما رقد عزوز ما شاء الله تبارك الله. الواحد يكتب الاسم 25 سطر. راما فريق خالد السهلي. كفو دز سيدي بعد. دحين متى يمدينا اطرد يا ابو علي؟ بعد السؤال الاول. انا اوريه. ران فريق خالد السهلي. كفو انا قايل لك تو ما غسل. تعشون تو ما غسل. ايه تو ما غسل. طيب اللي ياخذ السفره هو اللي ياخذها. ايه والحين اللي نشف يده. بعدين جايينك. ود فريق خالد السهلي. هذا الحين خلاص نقدر نطرد. تصل متاخرا خير لا تصل. انا اشهد. جاوب عشان تقدر تطرد. محمد الدرعاني طبعا بيستبعد لانه ما عنده مسوق. صحيح. وبيكون لحاله وما هو معنا اليوم. نعم ما جاوب. شاب بنمس كله. تمام. والله. والله شاب العيال كلهم في فقره سيرش. ما خلى حتى.
قالوا ايش رايك فقره عمر السيد؟ قال يا وجدان حمد المسفر. حمد المسفر نعم والله سلام حمد المسفر صوينا جرعه صوينا جرعه شو اسمه ذاك الاسم بنكمل الحين بنكمل تكملون كيف لا والله كمل منيره فريق حمد المسفر يستاهل اهلو من وين حمد المسفر ها من وين طيب الفرق اتوقع اكتملت باقي اسم عندنا انا وجبر جبر باقي عندكم اسم طيب سجل اسمك اتوقع اني بلقى كذا على طول سجل اسمي انا داعم لهم ما يحتاج خشمك كذا نداعم هنا جاني داعك طال عمرك ها وي الشبكة تعبانة الشبكة هنا مو زينة نوره فريق جبر يا سلام كذا اكتملنا الان اكتملت لا. الفرق كاملة نبدأ في الأسئلة أي شخص راح يتحدث بيحرم من السؤال ممتاز تمام طيب عندنا يا أخوان أنت تبون ضيعوني يا أخواني مكتوب وجدال مكتوب منيرة كلها في فريق دغش وحمد طيب السؤال الأول بنبدأ بفريق دغش وحمد البداية من يمين أفضل السؤال يقول أين تقع قرية ذي عين التراثية هل هي في عسير أم الطائف أم الباحة عشر ثواني وش الخيارات بس ما لقيتش عليك وش الخيارات السؤال لهم يا شباب السؤال لهم خليهم يقصوا صوتهم وش أين تقع قرية ذي عين التراثية عسير الطائف الباحة كنترول خليكم معي إذا في أحد من الشباب غششهم علشان نحرمهم من الإجابة الباحة الباحة تأكد احتمال أعطني القرار نهائي إيه باحة ثبت خرج والله ثبت الباحة ثابت سؤال أو الإجابة صحيحة الباحة العنود دخلت معنا للسحب مباشرة تستاهل طيب السؤال الثاني لفريق جبر وحسن وبيكون السؤال لحسن حمد الزعيزعي طيب اتوقع اني انا قائد الفقرة صحيح حسن اي بس انا قلت عشان الترتيب احسب طيب يا شباب ما نبغى نسمع اصوات طيب من اللي يعاوني من اللي يعاوني للناس يعاونك الله ان شاء الله شيخ انا اذنك دقيقة بس خذ راحتك طيب السؤال الثاني في اي عام اطلقت رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية هل هي في عام 2016 2017 أم 2018 عشر ثواني 2000 وكم 2016 2017 2018 16 17 18 نعم 2018 متأكد أكيد يا أخي شوف هي بين تنتين عطني 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 إجابة خلاص 2017 الإجابة خطأ خاطئة فالآن يا شباب عندنا 18 طيب جوان خرجت من السحب ينعوجي مباشرة ترى كل شخص لازم يحافظ على الإجابة الصحيحة ولا شيء جمهوره طيب ما يقدر هو مو مجاوبين ولا شيء طيب الآن طيب عندنا الإجابة وش الإجابة وش الإجابة عام 2016 والله ما يبقى طيب السؤال الثالث بيكون لفريق محمد الزعيزعي وعبد العزيز الأسلمي السؤال يقول في أي مدينة ولد الإمام أحمد بن حنبل؟ أنا بمرحب دمشق أم بغداد أم المدينة المنورة؟ المدينة المنورة لا 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 اصبر ما شاورا ما شاورا أنا بأخذ الإجابة على طول ما شاورا والله طيب دقيقة عندك عشر ثواني اصبر يا عمر وترى بثبت أبو جاوب المدينة المنورة الإجابة خاطئة دقيقة أنا المدينة المنورة مدينة منورة صحيح صح لا خطأ طيب قول لي مولي خرجت من السحب بسبب الاستعجال من محمد الزعيزعي بالعراق صح الأسلمي وين العراق أصلا ما في العراق بغداد دمشق ودمشق بغداد بغداد أيوة دمشق إيه بغداد إيه شفت والله إني دا بغداد أنا ما قلت مولي خرجت معنا من المنافسة الآن فريق
خالد أسهلي مضف الأكلوبي. والسؤال يقول: ما هو اسم أنثى الضفدع؟ خيال ضفدع. هل عكرشة؟ شو؟ عكرشة أم خبثعة أم هاجة؟ ضفدع. دي خلينا نقرب الأسئلة. عدها. عكرشة. عكرشة؟ أم خبثعة أم هاجة؟ عكرشة إجابة؟ أصبر. عشر ثواني. الثاني خبعة. ضفدعة خبعة. زي كذا. حلو يا محمد. أتوقع. خلصت. عندكم إجابة يا إخوان؟ نعم. شو اسمه؟ عكرشة وش؟ عطني إجابة. عكرشة أم خبثعة أم هاجة؟ أتوقع أنها خبثعة. خبثعة. لأنها ما شاء الله تبارك الله. هذا سؤال صعب. توقع صراحة إنه ما راح يجيبونه. ولكن بالفعل الإجابة خاطئة. الأخير الثالث الله يهديك. وش هي يا أخي؟ وش هي؟ الإجابة هي هاجة. هاجة. كنت بتقولها صح؟ الله يقلع الشيطان. هو اللي قال. طيب ريحانة. ما في ما وزناها صح. خرجت. أنت الضفدع. نعم ريحانة راحت من المسابقة. أبشر الله بالعوض. فريقنا إن شاء الله ما حد يطلع منه. السؤال شوف كل الأطراف. الفريق الثاني هو فريق دغش. وحمد الآن ما في أحد دخل معنا في السحب إلا كلهم إن شاء الله يدخلون العنود إلى الآن. طيب السؤال يقول: كم عدد الأسابيع في السنة الواحدة؟ كم عدد الأسابيع في السنة الواحدة؟ عشر ثواني. 39 أسبوع، 47 أسبوع، أم 52 أسبوع؟ 39 أو إيش؟ سبعة وكم؟ 39 أم 47 أم 52 أسبوع؟ 47. والإجابة خاطئة. 37 صح. خرجت من المسابقة. الإجابة هي 52 أسبوع. طيب السؤال اللي بعده لفريق حسن العجمي. يلا. ما هي المدينة الملقبة بمدينة الضباب؟ هل هي نيويورك أم لندن أم مدريد؟ لندن. الإجابة صحيحة. تعال حطيت معها بها اللي بغيت تقول ودي والله. طيب حسن والله نضيف يقول موني دخلت معنا في السحب من فريق حسن وجبر. والسؤال الذي يليه لفريق خالد ومضف. انا ابغى اخليكم اخر ناس الان خلاص عشان السؤال صعب. ابغى اعطيكم الاسئله الصعبه. طيب اسلم. السؤال يقول: من هو المؤلف الذي قام بتاليف معجم لسان العرب؟ هل هو الخوارزمي ام طه حسين ام ابن منظور؟ ابن منظور. ابن منظور. مو طه حسين. وش اعطى الخيارين الثانيه؟ الخوارزمي ام طه حسين ام ابن منظور. شكلها الاول واشك في الاخير. لا تشتت اخوياك يا محمد. الزيد. كتاب فن المعجم اللغوي. كتاب معجم لسان العرب. معجم لسان أيوة. العرب. من هو؟ مو بالخوارزمي يا اخوان. خلوا اخوياكم مركزون. لو ايوه مو بالخوارزمي ولا طه حسين الاول. عمر عندك استبعاد. الاول خوارزمي ام طه حسين ام ابن منظور؟ اعطوني اجابه الان. ابن منظور. اول قصدك اصبر. اكد. ابن منظور ان شاء الله انها صحيح. ابن منظور. الاجابه صحيحه يا مضر. مضفر الله في خشمك. في احنا ما استخدمنا. طيب كان في اخوان في الكنترول، هل كان فيه احد ساعد مضف؟ لا لا ما حد ساعدني. لا لا صراحة. لا لا صراحة لا والله ما ساعدته. الله أكبر. حسن إيش كنت تقول؟ حسن إيش كنت تقول مضف؟ الأول يتكلم عن الأول إني عد السؤال بس. والله أنا ما قلت له جواب. والله وما تكلم عن جواب. رب البيت صراحة ما قال. والله إيش كان يقول؟ والله ما نطلع. اخترت أحد الخيارات منها؟ لا لا علي أصلا ما عاد يرد وراك. يرد والله العظيم قاعد تقول. طيب أصلا ما دريت وش الخيارات. لأن المستفيد هو الجمهور في النقطة هذه فقط راح نمشيها لأن ما نبغى نحرم. بيض الله وجهك. راما لذلك بمشيها. أنا أقول لكم يا شباب لا أحد يتكلم مع اللي أوجه له السؤال. أبو علي أبو إحنا ما استخدمنا طريقة التثبيت. بس صح ما نحن فزنا. مش الكون. خلي عمر.
ولا يهون الربع، خلي اللي يغشش تضرب اكس على اللي عنده. لا كذا بيضرب بعد. صدق والله العظيم انه والله انه صح، رأي جميل جدا. لا والله يظلم يظلم يظلم، هو يغشش الفريق الثاني عشان ياخذ ذنب المسكين اللي معنا في المسابقه. يا سلام تم. والله يصبر محمد، والله يصبر. يا سلام عليك ابو حسن، واكثر واحد يغش. انت عندك انتماء للسبوره من قبل وكذا. لا انا يا ولد يسموني. طيب السؤال لفريق محمد الزعيزي وعز الاسلمي. لا تجاوب بسرعه، لا تجاوب بسرعه، انت بالراحه شتمك. السؤال يقول: ما هي المدينة التي أطلق عليها مدينة التلال السبع؟ هل هي لندن؟ أصبر. لندن أم روما أم طوكيو؟ يا ابن أبي أنا ما تعديت الخط. يرزقك الله وتروح إن شاء الله لين آخر. ما أبي أروح، بس انشدني ناشدتين في السعودية، المملكة العربية السعودية. حائل أتوقع. تكفى يا عمر، صعبة. لا تقول تكفى، هذه مسابقة ومنافسة. أصبر أصبر دقيقة دقيقة. لازم تكون مثقف يا أخي. أجين مثقف الزمان. أجين. طيب ما هي المدينة التي أطلق عليها مدينة التلال السبع؟ هل هي لندن أم روما أم طوكيو؟ الصوت يا شباب. طوكيو. لا. طوكيو والإجابة خاطئ. لا يا اخي روما. تدري ايش قاعد يقول لي؟ تدري ايش يقول؟ ايش يقول؟ يقول لي حائل. والله نعم في حائل وفي احلى. قاعد يسرمها هو حائل. بس روما الاجابه الصحيحه هي. والله اني بقول روما والله. لا تستعجلوا. والله الا ساعه يقول حائل. اطقطق اطقطق. طيب عندنا استغفر الله استغفر الله، هذا خرج من المسابقه. استغفر الله ما اخذ اجر. استغفر الله. طيب يا اخوان فيه نقطة نبغى نذكر فيها الجمهور بحكم أن كملنا الفرق. أعزائنا المشاهدين الآن تستطيعون أن تشاركون في الهاشتاج باسم براند وعطر، وبنسحب آخر الفقرة، وسيكون ملزم صاحب هذا البراند أنه يوصل العطر لهذا الشخص لأنهم يستاهلون. إي والله يستاهلون. فشاركوا معنا الآن في الهاشتاج واكتب اسم البراند اللي تبغى تاخذ منه عطر واسم العطر، ونهايه الفقره باذن الله نسحب، وان شاء الله انه يوصلك العطر الى باب بيتك باذن الواحد الاحد. وشباب ان شاء الله ما هم مقصرين ان شاء الله. طيب الان وين وصلنا يا اخوان؟ وصلنا عندنا الان العنود داخله معنا في السحب، وعندنا موني داخله معنا في السحب، وعندنا راما داخله معنا في السحب. السؤال لحمد ودغش، السؤال يقول: والله اني اتحداك انت، خذوها تحدي يا اخي. تمام والله انه بدري عليك. من هو مكتشف الراس هذا الدوره الدمويه الصغرى؟ هل هو ابن خلدون ام ابن النفيس ام الحسن البصري؟ ابن خلدون. لا لا الا الا هو ابن خلدون. ابن خلدون والإجابة للأسف خاطئة. ابن النفيس صح؟ ابن النفيس. يذمتك كنت بتقول. إيه والله كنت بقول. إني عارف والله. طيب قبل شيء إني عارف والله. طيب وجدان خرجت من السحب. طلعت وجدان. تبقى يا شباب تبقى عندكم منيرة والعنود الآن دخلت معنا في السحب. منيرة لازم تدخل. إيه لازم تدخل في السحب لأنك أنت قاعد تضر جمهورك. فلذلك لابد انك تحافظ على الجمهور علشان تهديه. والكلام للشباب كله حلو ودنا، لكن حلو التلال السبع. شغل عقلك يا اخي، الجمهور ما يستاهل. الجمهور ما يستاهل. بلا يستاهل. اجل انت الضفدع خالد لازم تجاوب. طيب السؤال الان خلونا نعكس الدوره ونسال محمد الزعيزعي وعز الاسلمي. السؤال يقول: من هو رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الحالي؟ هل هو عادل عزت أم إبراهيم القاسم أم ياسر المسحل؟ 10 ثواني وتأنوا في الإجابة. المسحل. عطني إجابة أكيد يا ابن المسلمي. يا ولد تشاور مع الرجال المسكين من أول اليوم. ما أعرف الكورة. ما أدري. آخذ إجابة. دقيقة دقيقة اصبر اصبر اثبت دقيقة. الإجابة دقيقة. المسحل والله انا قد مر علي لكن ما ادري هو بالكورة ولا في. أربعة هم كلهم بالكورة. المسحل. المسحل. المسحل والإجابة للأسف صحيحة. طيب راح محمد الزعيزي وعز الأسلمي
وتين دخلت معنا السحب. تبقى عندهم بيارك. اسئله ما نفهم فيها. والسؤال الذي يليه لفريق جبر وحسن العجمي. السؤال يقول ابو حسن ايش؟ ما هي اول عاصمه للمسلمين؟ هل هي المدينه المنوره ام بغداد ام دمشق؟ دمشق. محمد بأحرمك من والله ما بتكلم اقول واضح. لا خله يفكر. عيد عيد. ما هي أول عاصمة للمسلمين؟ المدينة وبغداد ودمشق. دمشق. دمشق. والإجابة للأسف خاطئة. هي بغداد صح؟ المدينة المنورة. أوه! فلوة خرجت من السحب. السؤال الذي يليه لفريق مضف وخالد أسهلي يقول يا ما له انت تخبطات لازم اتمنى يا شباب احترام الفقره. نعم لو سمحتوا. نعم ابشر الله في السعي. السؤال لفريق مضف وخالد السهلي اسلم وانا ابعاتب اللي كتب الاسئله لان يا اخي هذا بلا هذا سؤال يا زينه. لا شكل عطريا عطريا شكله صعب هذا. لا بلا هو صعب. السؤال ان شاء الله ما في انثى ولا اسم ولا اسمع السؤال سم يمكن يعجب سم لبك. يقول يقول في اي قاره في اي قاره تقع دوله اليابان؟ افريقيا بلاش. ام اسيا ام امريكا الجنوبيه؟ اصبر 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 عد 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 يقول ما أصبر. عد ثواني ثواني عشان نتاكد في اي قاره تقع دوله اليابان؟ افريقيا ام اسيا ام آسيا. امريكا الجنوبيه آسيا. اسيا والاجابه صحيحه. ما إيه. قاعد تفكر يا مضف. إيه قلت يمكن انا بتاكد يمكن زلقت راحت امريكا الجنوبيه انا ما ادري لان تغيرات واجد. طيب عندنا الان ران دخلت معنا في السحب. يا سلام. يا شباب انتم الى الان ما استخدمتوا ولا متى ما ندري تقدر يا اخي بعد كل اجابه نفس فقرتنا يعني اذا جاوبت صح تقدر انك تستخدم اما تثبت اللي فاز معك او تطرد من الفريق الثاني. طيب بقول لك اقول لك حاجه. إيه؟ اطرد اطرد شو اسمه اللي عند وتين اطردها. وتين في فريق الله ياخذ محمد الزعزعي حرام عليك وعز الازلمي والله مالك داعي. طيب يا ولد مال هدم هي خلاص اصبر انا لازم نطرد الان فريق خالد مضف استخدموا كذا الطرد الله يوجهك باقي عندك تثبيت فقط ما يخسرني. طيب السؤال الذي يليه لفريق دغش وحمد بما انه مختار تمسح الصح. الغلط اكبر من ثلاثة ايام غلط بس الصح اقصد تمسح اي صح ما في صح لا الصح ران صح يعني اعطوهم اجابتي. الصوت يا دغ اني استخدم الحين انا لان راح لي سؤال ما خلتني استخدم شيء ما استخدم تنس ما علمتني كيف ما علمك مكتوبه قدامك تثبيت وطرد. طيب لا اله الا الله بستخدم حاجه من اللي راحت الاسترجاع والتثبيت. لا 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 بثبت وتين إذا جاوبت. يا سلام إذا جاوبت صح. إذا جاوبت حتى لو واحد. لا لا لازم يجاوب علشان يستخدم. أطرد شنب مضاف عادي. تقدر تطرد مضاف. والله. طيب السؤال لفريق محمد ودغش. السؤال يقول في أي لا كم لا في أي قارة هذه قلناها هذه قلناها. طيب من هو النبي الذي أنزل عليه الإنجيل؟ موسى عليه السلام أم عيسى عليه السلام أم يحيى عليه السلام؟ عشر ثواني يا شباب. وش شيء عندك عندك من هو النبي الذي أنزل عليه الإنجيل؟ هل هو موسى عليه السلام أم عيسى عليه السلام أم يحيى عليه السلام؟ يا كنترول ركزوا لي في موسى عليه السلام. محمد الزعيزي. عيسى ثاني خير ثاني. أباخذ الإجابة الأولى. لا 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 لأن الشباب لعلهم اوه انت ما تعرف تغش ولا تعرف واللي اغشش ما يعرف يغشش. لا 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 ثاني فالاجابه ثاني اثبت الاجابه الاولى وهي موسى عليه السلام والاجابه خاطئه عيسى عليه السلام. ابي اقول عيسى. طيب احنا خذينا عيسى. منيره خرجت من السحب. طيب عادي الحين اطرد الحين زين اذا ما طردناك. اسمع صل على محمد. اللهم الحين الغش يجي عليهم خصم
مثلا اي شخص يغش الغش يحرم مثلا انا غششت محمد يحرم فريقك ويسحب منه ما هو اتصال طيب واحد من الجمهور ران الحين ران الحين انت على سؤال خالد اسمعني ران على سؤال خالد حمد جاه صح ران على سؤال خالد اي ران جاه صح وجاه ناخذ واحد منكم كله طيب يعني خذت تطرد خلاص تطرد ران يجي عندي صح يعني الحين اي انت اللي عندك يبقى والثاني يروح طيب اذا علمتك ان احد غششني غلط تاخذ منه وتعطيني اياه لا خلاص راحت عليك ما انا غششك لكن يا شباب خلونا الله يبارك تحيا والله ما غششت لا والله ما غششت الان يا مضف وانت تسولف انت وحسن حتى لو بصوت بسيط ترى يطلع للناس اي بس ما نسولف فالان ما هم يسمعون لا كلام الشباب ولا اللي اساله فاتمنى حقك علي يفشل يا اخي اخلاق والله يحرجني معه طول عمرك يا طيب السؤال لدغش لا السؤال لمضف خالد السهلي السؤال يقول كم عدد العجائب الموثقة في العالم وشي هل هي 7 عجائب أم 8 عجائب أم 9 عجائب أنت إيش رأيك أبو علي أكيد هي أول واحدة دقيقة عد يقول وش كم عدد العجائب الموثقة في العالم 8 عجائب أم 7 عجائب أم 9 عجائب توقعت 7 7 عجائب 7 عجائب إجابة أكيدة نعم 7 عجائب والإجابة صحيحة كوهو خالد ومضف ها قل لا إله إلا الله ورد دخلت معهم في السحب وعندك أحد الخيارات يا سلام أطرد من تبي بس أطرد خلنا نعاين زين من اللي ما جاوب إلا واحد دغش وحمد العنود اول عنده انتوا استخدمتوا صح الطرد استخدمنا طرد لا ما تقدر تستخدم اذمتك والله تقدر تثبت ثبت الان صارت معكم ما احد يقدر يطردها ثبتها هي خلاص ضمنت انها تكون موجوده بس في السحب بس طيب السؤال اللي بعده الحين تثبيت الود صح اي تثبيت الود طيب السؤال اللي بعده لحسن والسؤال يقول من أول من توفت من بنات الرسول اللهم صل وسلم عليه هل هي أم كلثوم أم رقية أم زينب أم كلثوم إجابة أخيرة أم كلثوم أم كلثوم أم إيش أم كلثوم أم رقية أم زينب أم كلثوم أم كلثوم والإجابة للأسف خاطئة وإنما رقية من رقية نعم هجم أم كلثوم طيب حسن طيب وجبر طيب نورة خرجت من السحب الآن يا شباب عشان نستذكر فريق دغش وحمد عندهم العنود فقط اللي داخل السحب وفريق إيش ذا محمد الزعيزعي وعز الأسلمي عندهم ما عندهم ولا شيء للحين باقي عندكم آخر طردوا باقي عندكم سؤال حسن وجبر عندهم موني فقط وخالد ومضف عندهم راما وران وود وصراحة يا شباب إني أشكرك يا خالد أنت ومضف الله يطول عمرك لأن والله العظيم احتميتوا يرضى عليك الناس اللي اختاروكم طيب الحين العنود ترى لنا إجابة بس إنك ما عطيت إحنا ما احتمينا طرد ولا تثبيت لكن إذا جاوبنا العنود أنت معك في السحب إي تمام بس نحن ما اخترنا لا طرد ولا تثبيت ما اختر علمتنا ممكن لأنك ما حضرت الحلقة اللي راحت الشباب يعرفون الخيارات أنت ما أعطيتنا انك تبين لهم يا شباب اصواتكم طالعه على الشاشه لو سمحتوا يا شباب انا ساكت لا ما انت بساكت انا قاعد ادعيك طيب تقول انت ان كان عندك خيارات ما اخذناهم تصدق في بعض الاحيان خاصه لما تبغى تحب اكون ظالم اعتبرني ظالم طيب استفسار استفسار اعتبرني ظالم والله شغل محشر الله يطول عمرك صدقك يعني ما بينت لنا من البدايه طيب استفسار لباك وحياك الحين شلون نفوز انه الشباب نسحب التاج ولا بعد ما تنتهي الفقره بيجون الشباب في الاعداد مسجلين جميع اللي شاركوا معنا حساباتهم الفوز شنو بعلمك حساباتهم موجوده عندهم وصلت انت خلاص تجيك اسامي انت ركز معي سالتني انا صدق تجيك الاسامي اللي دخلوا معنا في السحب وتسوي سحب لهم امام المشاهدين الان بعد ما تنتهي الفقره والفائز واحد منهم ياخذ من براندك بيض الله هذه يا سلام وضحت احنا طيب المربعات دغش للعنود بس سم المربعات المربعات هي عدد
الاصوات اللي عندك. يا سلام عليك. حمد كان عندك سؤال؟ اقول براند دغش ما سالنا تكفى. الان عندكم متصل واحد العنود. طيب السؤال الاخير لفريق محمد الزعيزعي وعز الاسلمي. السؤال يقول بيعطيك الحين اصعب سؤال ما يعرفه بروفيسور. ابى ادور لك اصعب سؤال. ما ادري. اسمع اسمع اسمع. والله ان شاء الله ادور لك اصعب سؤال. مرحبا. لا تكفى يا عمر. تبي الصدق ما بتخسر عطوره. تكفى يا عمر. تكفى؟ ايه. طيب سهل. السؤال يقول ترى متحمس عشان يطرد احد من المتابعين. اي تكفى بطرد واحد. في اي يوم بيطردوا مننا؟ اصبر. تحتفل المملكه العربيه السعوديه بيومها الوطني. 23 يناير أم 23 سبتمبر أم 9 مارس؟ 23 سبتمبر. يا أبو علي هذا اللي يغششوني هذا يغششوننا. نعم نعم هذا الأولى. أما الثاني فالجواب 23 سبتمبر. طيب هذه من الطريقة يعني يقول أن خسر. هل هذا هل أخواني في الإعداد هل هذا افتراء أم حقيقة؟ خله يجاوب هو الحين وخله يجاوب. اذا طلع كذاب تخصمون عليه. طيب دقيقه ابو علي ان شاء الله ما في. احلف 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 انك ما غششت. ان شاء الله احلف 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 ابو حسن. ان شاء الله اول شيء ما فيكم كذاب باذن الله وهذا شيء يعني اكيد. لكن الشباب يقولون ما سمعوا شيء. طيب جاوبنا ولا انت كذاب؟ لا خلاص خلاص بطرد الحين. لكن اعطني اجابه. 23 سبتمبر. ما فيها سبتمبر. 23 يناير ام 23 سبتمبر ام 9 مارس؟ 23 سبتمبر. 23 سبتمبر. إيه؟ والإجابة صحيحة. أبطرد على طول. أبطرد والله أطرد. الجمهور ما له دخل. والله أطرد لا يطردون مننا. والله أطرد. تكفى بيارق. أطرد لي أطرد لي ود من عند خالد السهلي ومضى. لا ما ثبت ما ثبت. الآن لو سمحتوا نبغى ناخذ دقيقة. يا سلام. دقيقة صمت. دقيقة صمت. دقيقة الآن يا شباب السؤال عند عبد العزيز الأسلمي. حلو صحيح. مش دخله والطرد يعني المتضرر هو خالد السهلي. أتمنى ما أحد يدخل في الفريقين لو سمحتوا. فالآن أنت ود عندها حلو. تثبيت خلاص. ما تقدر تردها أبدا. خلاص نطرد. صح. نطرد. عندك عندك ريحانة وران. أطرد ريحان. أصبر تكفى. والله لا أطرد. أصبر تكفى. والله لا أطرد. راما وران. تكفى يثبت. إيه عندك راما وران. ود. معلك بيارق. يطيرون. ريحانة طردها. ريحان. طيب. مطرود. ما عند خالد. ريحانة مطرودة. خلاص لازم إن نمشي على ذريك. قلبها. أبغى يخسرون معلك. في جولة بعد ولا خلاص. أبعلم. تكلم. أنتم من اخترتوا. راما ولا ران. قلت لي ود عندنا تثبيت. انت تبغى تثبت لا تبغى تطرد؟ ابي اطرد. طيب يلا اطرد. ود عندها تثبيت. عندك راما وران. ران تطرد. ران ران ايه اطرد ران. ليه ما طرد؟ طيب راما لا بس كذا. ران حرمت حرم فريق محمد الزعيزعي وعز الاسمي حرموها من انها تدخل. الزعيزعي ما دخل. كله الزعيزعي. انا قايل له يا عيال لا تطرد ناط. يقول لي ران. طيب الان عشان توضح الصوره يا شباب فريق دغش وحمد عندهم العنود فقط. محمد الزعيزي وعبد العزيز الأسلمي عندهم بيارق. اي بيارق خلصنا منه. عندك حسن العجمي وجبر موني فقط اللي دخلت في السحب. خالد السهلي ومضف عندهم راما وود. فالآن تقريبا أن الفائز واضح لكم. عندنا هنا دغش عنده واحد فائز يعني ما يحتاج قرعة صح. بيارق واحد صح يا عمر. مبروك. ايه على العنود وبيارق. وحسن واحد وحسن موني. مبروك يا موني. خالد ومضف ثنتين. اثنين. والله ابو حمد كفو. الخبر التعيس يا شباب ان الشخص اللي عنده اتصال او فائز واحد ما يقدر يعطيه عذر. اخ العيال اللهم لك الحمد. نعم. والشكر ما في خسارة. لا يا ولد كنا بنعطي بيارق يا ولد. لا ليه؟ لان يا شباب لازم يكون عندك متصلين عشان تقدر تسوي معهم سحب. ممتاز. ولكن انا تعمدت اني اخفي هذا الشيء لنهايه الفقره. خلهم ترزقون علشان الواحد يحس بتأنيب ضمير. يا سلام عليك. اني ليه ما قدرت اني اجاوب؟ والله مؤمن. وليه اني استعجل؟ وليه اني اغشش؟ كل من ياسر الزهراني واستهتر واعطي اسئله صعبه ما يعرفها. هذه اسئله ابراهيم. من اللي يقول قبل شيء اسئله ابراهيم؟ انا اقول يا ولد.
ليه زعلتك الاسئله هذه؟ لا استاذ لا بس عادي حلوه بالعكس بالعكس يعني انت امورك طيبه لا والله حلوه بالعكس حلوه يعني تطاهم. انت كان عندك ثلاثه فائزين كل ما تصعب الاسئله كل ما نصير حنا طيب طالعهم. الان عندنا بس الفائز خالد ومضف هم الفائزين معنا فقط اليوم ويقدر يسحب ما بين راما وود طيب ما اقدر ادخلهم كلهم لا لازم تصير ما تقدر الا واحد من الاثنين بعد عنده براند ان شاء الله ان الشباب يعوضونكم اعزائنا المشاهدين في الحلقه القادمه شربوا العواض شربوا العواض واحس انه والله بيطلعوا اليوم هم انبهم كذا الضمير والله انا زعلت من حاجه واحده ايش هي من الطرد وتي ما اللي طردها من عندك طردها ابو شنب والله اني انا ما ان شاء الله لكن هذا سياسه مسابقه طيب يا شباب عندي اقتراح يا شيخ اقتراح يعني اشوف انه مميز ومناسب لنا كلنا جميع أيه؟ الفقره تكلم عن نفسك اذا تسمح لي طالما نبي اقتراح في اليه الفقره أيه؟ ام أيه؟ في اليه الفقره خلت الان يا طول العمر اوقف انا ما قلت لك اعطيني الاقتراح ولا لا تسمح لي قلت لك ولا لا لا اذا تسمح لي طيب يلا تفضل زاد فضلك تفضل الحين يا طول العمر والسلامه الشخص اللي مثلا يفوز يحقق يا طول العمر والسلامه اكثر شخص يعني فاز فينا مثل خالد يختار براند يهدي الاشخاص اللي فازوا عنده من عطره ليه ما تبي لجل ان الرجال اللي فاز ما يتخسر من برانده ويختار شخص مثلا يختار لا لا عادي انا رجال ما ابغى اتخسر من براندي ابغى اختار من شخص شكرا على المشاركه أول حاجة لكن والله انه ممتاز مشاركه جميله ولكن اللي جايين يبون اطرق اوكي لا بس انا اقصد عشان يكون في حماس صح انا الحين يا طول العمر السلامه اذا ابغى خيارهم بين العطور اوكي ما اختلفنا الرجال هذا بس يكون في حماس انك ما له شغل ما له شغل ما له شغل خلاص تبي اللي يقول ابا ما بجاوب عشان ما طيب يا شباب خلصتوا انا ايش تقول لك يا ابو انا ودي انك تمدد ساعه والله انا ودي اعطيك صادق اي والله يا رجل ما بدنا نعطيه والله انا ودي اني اعطيه والمضاف يمكنني بكره ما اسلم عليه يعني والدك في الجنه والله ما نسلم عليه بعد يعني بكره الحين دغش يقول انك انت قبل شوي جاوبت خطا علشان ما تعطيهم عطر والله مو بصادق هذا كلام والله هو بحول هذا كلام انا مو بصادق انا الرجال يعرفون كلام المزح وكلام الصدق طيب. لما انت تبين عليك انك صادق انك بخيل ولا تبي تعطي ما له شغل ما له شغل ما له شغل انا كلامي واضح عشان نكون في الفقره طيب والله العظيم انه مجرد الله يرحمه مجرد طيب يا شباب انا اتوقع لو ولا خلو انا لو جلسنا دقيقتين خمس دقائق تضاربوا لا لا ترى كذا اسلوبنا كل يوم عشان نوضح يا شباب اللي اختار خالد السهلي او محمد الزعيزي او دغش او ايا كان من الشباب يبي براند هو يبغى برانده بعين صحيح فلذلك فقرتنا ان شاء الله انها ماشيه صح الله يطول عمرك وسياستها صحيحه كل منك زين يعني كل ما منك الله يطول اعماركم كل ما منك زين الان يا شباب عندنا السحب الان عندنا السحب يا شباب للجمهور راح نختار براند وعطر والتاجر يوصل لكم الى باب البيت فلذلك والله العظيم ان شاء الله انه يطلع عند دغش لا بيطلع عمار والله اني اشوف الكلام ممتاز عندي راي سم حتى اللي ما فاز معها لو واحد خلنا نعطيها لا دل مره الله زوجين زين كريم الله محمد طيب. الله الله نوقف الله ونثبت عبد العزيز اني كريم وشو مسكت نجاره يا البخيل شباب نوحد الصوت ما يبي يعطيك والله العظيم نوحد الصوت يا عيال زعيز انت داخل عشان الرجال يصولح ما كان 15 يوم تعرفني عارف عقليتك عارف عندنا مال كتاب مفتوح حطه اتوقع والله دكه السوق بيطلع لكم اليوم محتوى يحب اقلوب صراحه بين حسن ودغ احس بينهم مشكله حسن ليش ابو حسن طيب يا شباب لو سمحتوا نبغى نسحب على الفائز في نهايه الفقره في البراند اللي راح يفوز مع طيب صلوا على النبي والله كثير 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 طيب نوقف صديقك بكاي براند لوك بلاك براند مين بلو بلاك دغش لوك بلاك براند شغله الله شغله يلا تستاهل هديك يوليو فازت معنا يوليو انا داخل ابغى اربح ما ابغى اخسر يوليو دخلت معنا مع في طلبه عطر اسمه ام ما في الا واحد بالضبط ايش اسم البراند؟ انفرون عطر لوك بلاك الحساب عندنا موجود وراح نخليك تتواصل انت دغش وتوصل لها العطر سبحان الله استجاب الدعوة تلقيني شفتيه لا والله تبشر بس والله انت طيب يا شباب نبغى
ابغى انا ابغى مشاركه من حمد. حمد العب العب يا حمد. خليه يغني يا ابو علي. ايه انا مالي فك خليني اغني. محمد الدرعاني البارح يقول الشاعر والمنشد حمد المسبت. هو ان شاء الله انه شاعر ومنشد. ان شاء الله ان شاء الله ما ندري بس ان شاء الله. يا سلام ضبطوا صدى صدى يا ايش اسمك؟ العب صدى. يا ابو علي صار لا من مرني كانه يستعجل بخطوته لجلي تعداني وجيه وقدامي اللي كل ما جانه يردها سلم ابوي وسلم جداني. سلامتكم. سلام صح الله صوتك صح الله صوتك صح صوتكم. طيب انا الاسبوع اللي راح قلت للمضف قلت ما بفكك باذن الله السبت الجاي لين تعطيني شيله. اي اي وش المانع احبك؟ وش المانع احبك؟ الله يخليني لك اذكرك بكل شيء. الله يخليك لي ويخلي لك حبايبك. اللهم طول عمرك الله يرحم والدي. اللهم والدي. عطنا يا مضف. يلا مضف تبي وش المانع؟ عطوا صدى عطوا صدى. وش المانع احبك واحبك بدون اسباب ما عندي سبب ما دامك انت اجمل اسبابي غلبت الهوى فترة لكن الهوى غلاب لحقني ووقف في طريقي وانا ما بي. والله العظيم يا ولد انا مغطى دفنت وهيك صراحه يا مضف ما شاء الله تبارك جعل والدي كل جنة. ليه مخبي لل والله ماني مخبي انا بس الكاش خاصة جاء الوالدين كل والله ما ادري ايش قاعد هو ترى تدري وين تكمل الكشخه؟ انه والله تعري تكمل الكشخه في المشط حق الشنب. اي والله انك صادق والله كشفتك صح على ضوء تصميم حلو والله نبرتك حلوه يا كاس. طيب خالد الاسبوع اللي راح ما اخذنا منه شيء ابوه فودي لو سمعنا بيتين. نعم والله المخ قافل من الحين. لا لا بيتين عطى ما خلقنا الخروج من التنافس ابد بكتب محمد. لا والله والله العظيم من بيتين والله مخي قافل والله والله انا تو قايم يوعدك الله تمني في بيتين زينه قلت انت ذاك اليوم مسرح ابي تواجد خاصكم لا لا طلع. طيب خلاص سمعنا يا محمد تعلم خالد اليوم ما ادري شكله والله انك فايز يعني لا والله ما قمت الا قبل شوي جعل مع الف عافيه وحشتيني ولا لي في الدروب دروب سوى دربك ودربك مالين عيني تمر قلوب وتحاول كثير قلوب وانا احبك حفظته في شراييني وانا حبك حفظته في شراييني. يا سلام يا سلام صح الله صوتك صح الدانك تبارك الله. ان شاء الله ان فقره اليوم كانت خفيفه عليكم تهون نجيب العافيه و شيء مسكت وان شاء الله ان الاسبوع الجاي اللي ما حالف الحظ اليوم انه يجاوب الاسبوع الجاي وعشان من الآن من الأسبوع هذا أتمنى أن الواحد علشان يقدر أن يدخل جمهوره في السحب أنه يحاول أقل شيء أن يجاوب على سؤالين علشان يضمن أنهم يكونون معه في السحب. طيب الحين أعطيه العنود لا أوصل أي شخص عنده اتصال واحد واحد خلاص لا لا. خلاص ما يدخل في الـ في الـ طيب وسحب يا أبو علي اللي قبل شوي السحب الخالد السهلي فقط واللي السحب اي هذا شيء ثاني اللي في التاج اللي في التاج احنا بنرسل الشباب بعطيهم الحساب وتتواصل البراند يتواصل معهم وتعطيهم العرض حلو ولكن انا والله عندي اقتراح يا شباب كويس لكم سم. بحكم ان الفقره هذه فيها يعني هدايا جمهور وكذا
فعشان تكون يسرح عليكم وانتوا يعني التجار وانتوا العارفين، المفروض يكون لكل واحد كود خصم. حلو، الكود الخصم هذا عشان ما تتعب في انك تتواصل مع الفائز وكذا، الكود الخصم يكون مجاني يوصله لين باب بيته. يا سلام عليك، فهمت؟ فيصير الفائز ترسل له بس كود الخصم، يقدر يطلب العطر اللي يبغاه. هو يطلب من نفسه، يطلب من نفسه ويوصل عشان ما تتعب انت ولا يتعب هو وينتظر ويطول في صحيح. الانتظار. فكره حلوه والله. خلاص يا خالد ايش بك؟ جميل جميل. ايه ترى انت في اليوم عندك عطر. لا لازم تطلع. مستعد اني اعطيهم كلهم. الله انك والله يكرمك. خالد من يوم دخلنا الحين عطى نص الكميه اللي عنده من العطور. الله من طيب راسه ابو حمد. الله من طيب راسه. الله من طيب راسه. الله من طيب راسه. الله يطول عمرك. طيب يا ابو حمد. فقرتنا انتهت. لا يا ابو عمر. حزين صح؟ حزين صح؟ لا. طيب اعزائنا المشاهدين، ان شاء الله ان نلتقيكم في الحلقه القادمة، ولكن في الختام أحب أوصي نفسي وإياك عزيزي المشاهد، كما قال الشاعر: احفظ أباك لو بيضت ذوائبه، احفظ أباك لو بيضت ذوائبه، فلن تعوضه يوما إذا ذهب، ما اشتد عودك إلا بانحناءته، فكن له سندا إن مال وانحدب. أسأل الله العظيم أن يجعلنا بارين في آبائنا وأن يرزقنا رضاهم، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لمن هو تحت الثرى، وأن يجمعنا وإياكم بهم في جنات النعيم. إلى أن ألتقيكم أنا أخوكم عمر بن السيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبقى المحبة تبقى والشوق عقب الفرقة بسوق القرية جنان.